السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين في احسن حال. ان شاء الله باش نحضروا واحد لي شوسون، واحد الفطيره من نفس العجينه ومن نفس الحشوه بواحد الطريقه اقتصاديه وبسيطه. ندوزوا على بركه الله المقادير. عندي كاس ديال الحليب دافي، وعندي كاس ديال الماء دافي، وعندي نص كاس ديال الزيت ولا كاس صغير ديال الزيت. عندي جوج معالق ديال السنيده، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي 10 غرام ديال الخميره الفوريه، وعندي الدقيق باش غادي نجمع العجين. غادي نقول لكم شحال هزات معايا من كاس. المهم بالنسبه للخميره، غادي نوضع الخميره. انا عندي هنايا 10 غرام تقريبا، معلقه كبيره، وغادي نزيد عليها داك السكر سنيده. كما قلت لكم خديت جوج معالق ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد داك الحليب والماء اللي هما دافين بجوج. الحليب والماء دافين، غادي نزيد داك الكاس، غادي نخلط ونزيد داك الكاس ديال الحليب حتى هو راه دافي، وغادي نزيد داك نص كاس ديال الزيت او كاس صغير ديال الزيت. انا عندي هنايا كاس صغير ديال الزيت ولا نص كاس كبير ديال الزيت، وغادي نخلط حتى يدوب ليا داك السكر وسكر سنيده وديك الملحه، وغادي نزيد الزيت، وغادي نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. المهم هنا راه هزات معايا انا ربعات الكيسان اللي هزات معايا. وديما كنقول لكم على حسب الدقيق، تقدر تهز ربعات الكيسان ونص، كما تقدر تهز ربعات الكيسان شويه. المهم انا هنايا راه العجينه تجمعات ليا في ربعات الكيسان ديال 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 الدقيق ولا ديال الفرينة. نفس الكاس اللي عبرت به الزيت وسكر سنيده، عفوا نفس الكاس اللي عبرت به الماء والحليب هو اللي عبرت به الفرينه. ولا بغيتو تعبروا بنفس الكاس ديروا نفس الكاس ديال الزيت. انا هنايا درت كاس صغير عامر ديال الزيت، وغادي نبدا نخلط كما كتشوفوا. كنبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. ربعات الكيسان ديال الدقيق باش تجمعات لي العجينه كتكون طريه، كتلصق في اليد، ما كتكونش قاصحه، كتكون كتلصق في اليد. كما كتشوفوا هنايا راه جمعتها العجينه، راها كتلصق، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه، كتكون طريه كتلصق. صافي هنايا غادي نخليها ترتاح حتى كتخمر، وغادي نمشي باش نحضر الحشوه معكم ان شاء الله يا ربي. هنايا بالنسبه للحشوه خديت جوج قرعات حكيتهم، وعندي هنايا شويه ديال الزعتر تقريبا مع راس معلقه، وعندي جوج سنينات ديال الثوم محكوكين، وعندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، وعندي معلقه صغيره ديال الكركم ولا الخرقوم، وراس معلقه ديال الملح لحقاش راه عندي الزيتون مالح، وعندي معلقه صغيره ديال الكمون، وخديت جوج خزويات محكوكين، وعندي الطون خديت الطون، وعندي بصله كبيره مقطعه بداك الشكل كما كتشوفوا، وواحد جوج معالق حتى ثلاثه معالق ديال الزيت نباتيه، وعندي تقريبا جوج معالق ديال المعدنوس، وعندي الزيتون كما كتشوفوا خضر انا قطعته، ما كانش عندي مقطع قطعته، وعندي تقريبا 4 ولا 5 القطع ديال الجبن مثلثات. ممكن انكم تعوضوه باي جبن، مش بالضروره انه يكون عندكم داك الجبن، ممكن اي جبن عندكم تعوضوا به. صافي هنايا كناخذ
كسرونه ولا اي حاجه عندكم مقله ولا كنوضع فيها البصله والزيت وكنزيد عليها ديك الكرعه والتوابل ومعدنوس صافي كنشحرهم تقريبا واحد 5 دقائق حتى كيتشحروا. من بعد عاد كنزيد داك الطون كما كتشوف راني خليته وكنزيد داك الطون وداك الزيت وداك الجبن. هنايا العجينة راه خمارت كما كتشوفوا، غادي نشدها وغادي نسرحها، غادي نحطها، غادي نرش البلاصة اللي غادي نخدم فيها. انا هنا عندي رخامة، غنشد ديك الرخامة بالدقيق كما قلت لكم، راه العجينة كتلصق خليتها كتلصق وصافي. وكنجمعها بداك الدقيق، من بعد غادي نقسمها، غادي نقسمها على جوج. النص غادي نخدم به لي شوسون ولا لي سوفلي، والنص الاخر غادي نخدم به ديك الفطيره ولا ديك الخبزه المحشيه بنفس العجينه. هادي هي العجينه اللي كنخدم بها دائما، راه ناجحه، كتجي ناجحه في كاع المملحات. صافي هنايا غادي نسرحها بالدلاك ولا بالمدلك، وغادي نبدا نقطع فيها باش نعمر لي شوسون ديالي. هنايا راني سرحتها كما كتشوفوا، حاولوا ما نخليوهاش غليظه. هنا يا خديت انا هاد الزلافه غادي نقطع بها، ممكن تقطعوا باي حاجه تكون دائريه تقطعوا بها. وهاد العجينه اللي كتبقى لينا راه كنخليوها وحتى كنخليوها ترتاح، من بعد راه كنعمروها. هنايا الحشوه كما كتشوفوا راه بردات، بعد كما قلت لكم بعد ما تقلات لي هذيك البصله وداك خيزو والقرعه، راني زدت داك الطون وزدت هذاك الزيتون والجبن وصافي، وطفيت عليها وخليتها حتى بردات. ضروري الحشوه تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه. صافي كناخذ ديك الدائره كنحاول انني نبسطها شويه، وعاد كنوضع فيها الحشو وكنسد عليها. صافي هنايا كناخذ شويه ديال الحشو كنوضعو، كنحاول انني نسد عليها كما كتشوفوا، كنوضع غير في النص، النص الاخر كنخليه خاوي باش نسد، راه واحد الطريقه سهله كما كتشوفوا. على هذا الشكل كما كتشوفوا، طريقه سهله. صافي كتجيبوا واحد الفرشيطه وكتبداو تضغطوا في الجناب باش يعطينا داك الشكل ديال الشكل هكاك مزيان. على هذا الشكل هكا وصافي كنوضعوها في الطاوله، غادي ندخلوها للفران. هنايا غادي نعاود معكم حتى مره اخرى، كنبسطوها كنخليوهاش غليظه، كنبسطوها حيت فاش كنقطعوها العجينه كتبقى غليظه. صافي كنسرحوها غير شويه بيدينا، كنبسطوها ومن بعد كنحطوا الحشو.
انا قربت لكم باش تبان لكم الطريقه واضحه. هنا لبدات ديك الفرشيطه كتلصق لكم مع العجينه، ممكن انكم توضعوها في الفرينه ولا في الدقيق وعاد ضغطوا على العجينه باش ما تبقاش تلصق، لحقاش العجينه راها طريه. وصافي كنبقاو على تنبقاو هكا حتى تنكملوا كاع دوك الدوائر اللي قطعنا. كما قلت لكم راه بطريقه سهله، كنضغطوا عليها في الجناب هنايا. الفرشيط انا وضعتها في الفرينه، شفتوا كيفاش كتهز بسهوله. هنايا خديت بيضه ودرت معها تقريبا معلقه ديال الخل، وكندهنها من الفوق وكندخلها من الفران. انا هنايا كنشعل عليهم من التحت ومن الفوق، يشعلوا كيطيبوا في نفس الوقت. ما كنشعلش من التحت، عاد كنشعل من الفوق الفران، وكنشعل عليهم من التحت ومن الفوق كيطيبوا في نفس الوقيته. صافي هنايا غادي ندهنهم كاملين بداك البيض، ومن بعد عاد ندخلهم. هنايا ممكن ترشوهم من الفوق بالزنجلان ولا اي حاجه ممكن، انا خليتهم هكا عاديين. هنايا ديك العجينه النص اللي بقى ليا انا قسمته كما كتشوفوا على جوج كويرات، غادي نسرحهم. هنايا كما كتشوفوا راني سرحت كل وحده وحدها، سرحتهم على هذا الشكل. كنحاول انهم يكونوا قد يكون سرحهم يكونوا قد. المهم هنا انا خديت الطاوه ولا الطبق اللي يدخل الفران، راني وضعت فيه ديك العجينه الاولى ولا ديك الكويره الاولى اللي سرحتها، راه كنسرحها رقيقه. هنا عندي الطاوه راني دهنها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش. صافي هنايا كنوضع على داك الحشو اللي بقى ليا، نفس الحشو اللي عمرت بهم دوك لي شوسون، بقات ليا ديك الحشو، هو نفس العجينه ونفس الحشو. صافي غادي نسرحها في داك، غادي نسرح داك الحشو كامل على داك العجينه. ومن بعد غادي نزيد عليها هذيك، غادي نزيد على هذيك الكويره الثانيه اللي سرحنا. طريقه سهله تاخذش معنا بزاف ديال الوقت. هنا انا جبت ديك العجينه الثانيه كنحطها من فوقها، وكنحاول انني دوك الجوانب نثبتهم. كنحاول ان دوك التحتانيه
نحاول أنني نطويها على الفوقانية. أتمنى أن الطريقة تكون واضحة. هنا أنا غادي نوريكم الطريقة كيفاش. كنهزو ديك العجينة التحتانية وكنضغطو عليها من الفوق على هاد الطريقة. كما كتشوفو العجينة التحتانية كنهزها وكنتبتها على الفوقانية كما كتشوفو. بهاد الطريقة سهلة. أتمنى أن الطريقة تكون واضحة. صافي غادي نبقى هكا حتى نكمل ديك الجوانب كاملين. صافي هنايا راه كملتهم. كنحاول انني نعاود باش نثبتهم باش ما يتحلوش. هنايا كنجي فرشه وكنحاول انني نثقبها بداك الفرشيط كامله. هنا غادي نجيب داك البيض اللي بقى ليا صافي. وخديت جنجلان رشيتو من الفوق وغادي ندخلها الفران باش طيب. راه ما كتاخدش وقت طويل في الفران. وهادو هما لي شوسون ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهذه هي الخبزة ديالنا ولا الفطيرة ديالنا المحشية كما كتشوفوا. خرجتها هي من الفران غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. مازال سخونة كتجي على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. كتجي غزالة حتى العجينة اللي خدمت معاكم راه كتجي رائعة. غير جربوها. او هادو هما لي شوسون اللي خدمت معاكم. غادي نقطع معاكم وحده تشوفوا كيفاش كيجيو غزالين. غير جربوهم. ها انتما شفتوا كيفاش كيجيو رائعين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يا ربي يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم زوينه بالاشتراك وبليجي. وما تنسوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله ملتقانا بفيديو قادم ان شاء الله.